السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هذه مدة بغيت طولت عليكم، عندي واحد امومو هذه ما هضرتش معاهم، مي تلمو ما عنديش الوقت والخدمة وداك الشيء. انا دروك عندي واحد شويه ديال الوقت وقلت ندير لكم فيديو. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع اللي فريمون ما عندوش حتى شي علاقه بالمحتوى ديال القناه ديالي، مي اليوم الصباح حليت اليوتيوب ديالي وشفت واحد الفيديو اللي فريمون ما عجبنيش وقلت نهضر عليه. هو كيخص هذيك ديال اليوتيوبرز اللي ريبيكا ديفا، فوالا اللي شفت الفيديو ديالها اللي تبكي وكانت مسكينه اللي حكروها طلعوا عليها اشاعات اللي انا ما كنعرفهاش شخصيا، ولكن ما عجبنيش هذاك يعني الناس ولات الحقره ولات طلعوا اشاعات على الناس واللي با فورسيمون فيهم وعندهم هذاك يعني داكشي اللي كيقولوا عليهم با فورسيمون كيكون بصح، ولكن بغيت نهضر فيه حيت ما الناس بحال الغيره والحسد والوي الحسد اللي ولا فيهم والغيره وداك الشيء ولاو يديروا شي حوايج اللي يقدروا يجرحوا بها هذاك لا بيرسون كونسيرني وكتضر. دونك يعني داك الشيء خلق الله وربي خلق وفرق اوغوزمون دايوغ، ولكن ماشي حتى لهذيك الدرجه انه يهضروا عليها ويقولوا عليها انها متحول ويقولوا عليها داكشي نتاع الله. سي فري ما يكون عندها الصوت نتاعها شويه خشين داكشي، مي داكشي كيبقى خلق ربي، وواحد ما يبقاش يعيب خلق ربي داكشي نتاع الله سبحانه. وزعما ما عجبنيش وسورتو انه جا لها من داكشي من وحده اللي كانت كتعرفها بزاف وخرجت معاها وهضرت معاها وكلاو وشركوا الملح بجوج بيهم وداكشي داكشي علاش ما عجبنيش الحال. وسبحان الله الضربه ديما كتجيك من عند واحد اللي كتكوني عارفه تعرفيه بزاف وكتكوني زعما دايره مشاركه معاه بزاف ديال الصوالح. اجو سي بلا كاين بزاف اللي غادي يجيو وغادي يقولوا لي وي غادي يدوروا عندي انا وغادي يقولوا لي بوكو كتهضري وداكشي وداكشي داكشي، لا ماشي شغلي انا. قلت داكشي هذا رايي الخاص ونقول داكشي اللي ما عجبنيش. مي فريمون المراه بعيده عليكم وكدير يوتيوب وكتفوت معكم وقيتها وداكشي وكتهضر معكم وكتشارك معكم حياتها وكلشي باش نتوما تتفرجوا فيها وداكشي. دابا انا توصل ديجا انا كونط انا واحد كيوري انا حياته الشخصيه ويوري انا الحوايج ديالو شخصيا. سي فري كو داكشي كيديروه كل واحد ويدير اللي بغا، مي انا شي كونط انا واحد يوري حياته الشخصيه ويهضر على 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 الحياه نتاعو ولا باش كل واحد وعندو النظره ديالو في الحياه وكل واحد غادي يعطي الراي ديالو وما فورسيمون انه يعجب كاع الناس كاملين. دونك سي بور سا انا جيت باش نقول لكم فريمون الراي تاعي الخاص انا سا سيغا غيان باش تجرحوا بنادم وتهضروا فيها كما نقولوا. انا ما تصور كنشوف فيها بعض المرات كنشوف الفيديو ديالها وكنشوف داكشي هي سي اون بيرسون سبونطاني وكتضحك وكتلعب، من الناس مالوريزمون كيشوفوا داكشي واحد كيما قلت لكم واحد كيشوف النظره ديالو الخاصه. مي انا ما بانتليش حتى ثانيه ولا دقيقه انها كتقدر تكون انا تكون متحوله ولا جنسيا ولا شي باكوا، مي سي فري كو هي هذاك هو ستيل ديالها وعندها ما عندها ان يكون عندها الهضره ديالها شويه خشينه سبب بعدا انا كتكوني متحوله وداكشي كيما قلت لكم واحد يدير في حياته اللي بغى. دونك هذا هو كان رايي الخاص فوالا. و سي فري كو غادي يقولوا لنا زادي عاوتاني من جات تهضر عاوتاني ولا تقول جات وحده عاوتاني. مي فريمون ما عجبنيش الحال باسكو سمعت لها حتى الاخر و شي با كوا وكل واحد وكيفاش داير. دونك قلت بلا خصني نهضر وخصني نقول بلا الراي تاعي الخاص انه سي سي تكون هاد لا ميشونستي ويكون الناس يهضر شي في يهضر في شي وشي شي داكشي ما سا سيغا فريمون اريان. دونك فوالا واش نقول لكم حبه ديالي.
مع الخدمه ما عنديش الوقت بزاف والجرا وداكشي، ولكن عارفه انني نطيط عليكم مي غادي نجي ان شاء الله، وغادي نولي وغادي ندير لكم فيديو اللي هو زوين، وغادي غادي نشوف شي فريمون شي موضوع اللي يكون هو انتريسون وغادي نديرو لكم ان شاء الله، والهدايا للجميع ان شاء الله، وتهلاو فراسكم بزاف.